كفته الرز النهارده كفته رز من منتجات انتي شيف، هي اللي هنستخدمها النهارده. بتيجي في علبه زي دي، بتطلعوها من الطبق الفلين اللي بيبقى جواها، بتطلع معاكم بالشكل ده جاهزه على القليه على طول. فاحنا مجهزين زيت علشان نقليها، والطبق اللي في ايدي ده هنقليه دلوقتي ونعمل له صلصته وندلعها اخر دلع. وطعمها يا جماعه بيتي فوق ما تتخيلوا، طعمها بيتي جدا جدا جدا، يعني فظيعه، انا بحبها قوي. يلا بينا، هاجي هنا على الزيت وانزل الكفته تتقلي. الزيت يكون درجه حرارته متوسطه، لا سخنه قوي يحرق لي الاكل، ولا بارد يخلي الاكل ايه يفك من بعضه وينزل ميته والكلام اللي انتوا عارفينه ده. جوانتيات كبيره عليا يا جماعه. يلا بينا نختبر كده الزيت نشوف اخباره ايه. يلا بينا. واحدة واحدة على مهلكوا، مش مستعجلين، مش محتاجين على فكرة انكم تسيبوها تفك قبل ما تقلوها. ممكن تفك مثلا 50% ولا يعني 25%، مش اكتر من كده، لكن مش لازم تفك خالص. وادوها كده لون ذهب يا جماعه جميل، ما تغمقوهاش وتخلوها تنشف. هوريكم دلوقتي اللون اللي قصدنا عليه. طبعا ما فيش احلى من ايه لقطه سرقه كفته الرز وهي طالعه من الزيت، بس للاسف يعني ايه، اللهم اني صائم، كان زماني قاعده بسرق منها. كلنا طبعا سرقنا كفته في البيت، كل امهاتنا يشهدوا علينا. يلا بينا، ما نقلبش كتير. ليه ما نقلبش كتير؟ عشان مش عايزين نفككها من بعضيها. حاجه بس بسيطه كده نطمن ان كله تمام. كله تمام، بس زي الفل، كلها في الزيت وغطسانه فيه، وده اللي احنا عايزينه بالظبط، عندناش اي مشاكل. نبدا نجهز في الصوص. الصلصه بتاعه كفته الرز عندي هنا حله، هحط فيها شويه سمنه وهحط فيها شويه ثوم وبصل من الاول، يعني حطوا السمنه والثوم والبصل مع بعض على طول، ما تستنوش لما السمنه تسخن، وده بيديني احسن نتيجه. فين السباتشولا؟ اهي. يلا بينا، حبه سمنه على طول معاها التومة والبصلة كمان، ينزلوا ميتهم بقى ويتبلوا ويعيشوا حياتهم، ما عنديش مشاكل خالص. هديهم كمان رشة فلفل ورشة ملح وتقليبة. بس واسيبهم مع بعض يشفوا ويتبلوا. ريحة التوم تحفة. وتعالوا كده نشوف اخبار داود باشا ايه. نشيل بس كل الحاجات اللي احنا مش عايزينها. ماشي، نشوف الكفتة اخبارها ايه. شايفين؟ تعالوا. حاضر. امال انا قلت ايه؟ برضو بقول داود باشا. شايفين الجمال؟ ولا بتفك ولا اي حاجه، ريحتها في الزيت تحفه، وانا عارفه طبعا طعمها لان انا شخصيا طبعا مجرباها، فعارفه هي طعمها قد ايه هيعجبكم قد ايه بيتي. والبصل بيدبل وريحته طالعه هو والثوم زي ما احنا عايزين بالظبط. والكفته هنا نبص عليها تاني كده نشوف ايه، جاهزين نطلعها ولا لا؟ لا، انا لسه هديها شويه لون كمان، انا ما بحبش اغمقها قوي بس برضو ما بحبهاش تبقى فاتحه، فلسه هديها شويه لون كمان.
تحفه. والبصله هنا برضو تحفه، ريحه وشكل وكل حاجه. انا عايزاها زي ما قلت لكم تدبل وتشف تصفر، حاجه بسيطه لكن مش هتك عليها قوي. نبص تاني كده على الكفته، خدوا بالكم هي ثواني بتغمق، فمش عايزين نعدي الثواني دي قبل ما نبصوا. يعني اللون ده كده حلو جدا، ممكن اقصى حاجه حبه صغيره كمان. انا هجيب سباتشولا تساعدني في ان انا اطلعها من الزيت، وانا شايفه ان هي كده زي الفل وجميله جدا، ولسه هتكمل سواها في الصوص فكفايه عليها قوي. شايفين؟ زي القمر. نطلعها تتصفى من الزيت. ولو انتم ملاحظين ولا فكت ولا حصل اي حاجة، وطبعا منتج يعني موفر للجهد وللوقت جدا جدا لاي حد ايه مزنوق وعايز يحضر اكلة حلوة، وما اكثر الستات المزنوقين، شغل بقى ودروس وتمارين والذي منه، بيبقى الواحد عايز بصراحة بعض منتجات الانقاذ اللي تسهل له الحياة. البصلة هنا اصفرت مع التوم كويس جدا، هاجي اعمل ايه دلوقتي؟ هاجي احط لها السكر، السكر ده اللي هيظبط لي حلاوة الصلصة ومزازتها كده، والكزبرة انا بحب اقليها مع البصل بالشكل ده، مجرد تاخد تشويحة معاه. وعلى فكرة صلصة كفتة الرز ممكن تبقى توم بس لو حابين، الاثنين بيبقوا روعه وممتازين زي ما انتوا عايزين. وانا هحط دلوقتي عصير الطماطم، بحب احط معاه كمان امال انا كنت بكلم مين؟ شويه ميه سخنه كده نلم بيهم اللي في الازازه ونخفف الصوص حبه، وبحط له مكعب مرقه او مرقه مدوباها في ميه مين يمشي ومفيش مشكله. وهقلب، وانا حاسه الصلصه محتاجه شويه ميه فهضيف لها شويه ميه، ما يجراش حاجه. واسيبها تغلي مع نفسها قبل ما نحط فيها ايه الكفته. الحله دي انا حاساها صغيره، يعني لما جيت اخترت الحله عملتها على الصلصه بس ما عملتش على الكفته، فممكن انقل في حله اكبر شويه عشان اريح. وننزل في الصلصه، يلا بينا. استنى، شايفين بصور الفيديوهات اللي بنزلها لكم على السوشيال ميديا واحنا في الحلقه؟ يلا. الصوص طبعا لازم يغلي يا جماعه علشان ننزل فيه الكفتة. وطبعا اللي هيحصل دلوقتي ان الكفتة هتنزل كل طعمها في الصوص ده، فصلصة الطماطم مش هتبقى صلصة طماطم عادية، هتبقى صلصة طماطم بطعم كفتة الرز الفظيعة اللي احنا عاملينها. هننزلها كلها وهتشرب من طعم الصوص وتنفش كمان، لان هي بتطرى وتنفش لما تنزل في الصوص، وبتبقى كده حاجة ايه عظمة. وفتات عايمين في الصوص، ايوان، وهو ده اللي حصل بالظبط. ونسيبها بقى على راحتها، اجيب مغرفة ويلا صور معاكم.
يلا بينا. هناخد الكفتة في طبق التقديم تحفه، تقدروا طبعا تخلوا الصوص تقيل خفيف زي ما انتوا عايزين، حاجه ترجع لذوقكم الشخصي. انا بحبه متوسط، لا خفيف قوي ولا تقيل قوي. بعمل حركه كمان احيانا، معرفش جربتها معاكم في البرنامج اعتقد قبل كده، بقوم حاطه للصوص في الاخر شويه بديل كريمه الطهي او شويه كريمه. يا الله على حلاوته، بيبقى تحفه يا جماعه. والكفته دي مع شويه الرز بالشعريه دول هتبقى عظمة. يلا بينا، كم كفتة فاضلين؟ هربوا مني، خلصت.